السلام عليكم طلاب المرحلة المنتهية لمادة المادة المواصلات لمرحلة قسم المساحة. نحييكم في الفصل الثاني. إن شاء الله كانت استراحة مباركة، وإن شاء الله هسه جاهزين لل الفصل الثاني. في هذه المحاضرة راح نكمل في نفس الموضوع اللي هو Geometric Design of Highway، ومثل ما تشوفون احنا خلصنا اكثر المواضيع مثل Horizontal Alignment، واخذنا عليها كثير من الأمثلة. وبالمحاضرة الماضية أخذنا أيضا الـ Vertical Alignment وتناولنا ذني المواضيع، واليوم تكون المحاضرة الأخيرة في الـ Vertical Alignment، ونتناول بيها الـ Vertical Curves. الفيرتيكال كيرفز اللي تعني عندما تلتقي طريقين بمناسيب مختلفة وانت تحاول توصل بيناتهم باستخدام منحني. فهذا هو موضوع اليوم. فمثل ما تشوف تشوفون امامكم الفيرتيكال كيرفز هي عندي أربعة أنواع مثل ما تلاحظ: تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4، ويعتمد على طريقة الانحناء. فإذا كان انحناء نسميه مثلا محدب اللي هو كريست فيرتيكال كيرفز بهذا الشكل، اوكي كريست فيرتيكال كيرف، او عندي مقعر بهذا الشكل يعني ساد فيرتيكال كيرف، اوكي فهذا هو الساد، هذا هو الكريست فيرتيكال كيرف، اوكي. ففي كل حالة عندي ثلاث حالات، حالتين من كل حالة زين بتمثل لك الاحتمالات الموجودة لالتقاء الطرق. ففي الحالة الأولى التايب 1 عندك طريق بميل جي 1 مثل ما مرسوم أمامك، جي 1 اوكي جي 1 هذا الميل مالته، وهذا عادة يحسب بنسبة مئوية، كان يكون مثلا 1% 2% الى اخره، هاي اخذناها في محاضرة سابقة. هذا هو الجريد الميل، اوكي. فعندك الجريد الشارع الاول الرود الاول في تصاعد، بينما الجريد الشارع الثاني هو سالب يعني في تنازل، الشارع انعكس الآن، ولهذا صار عندي كريست فيرتيكال كيرف، اوكي. في الحالة الثانية تايب 2 عندك الشارع الأول والشارع الثاني في تصاعد، الاثنين الشارع الأول والشارع الثاني في تصاعد، ولكن الشارع الثاني الجريد مالته أقل من الجريد الشارع الأول، وبالتالي يحصل عندك أيضا التحدب. وهذا ممكن يجي بصورة ثانية،
هذا تايب 2 ممكن يجي بصورة ثانية. إذا عندك الشارع الأول عندك جريد تنازلي ثم الشارع الثاني عندك جريد تنازلي أكثر من الشارع الأول، أيضا هذا راح يسبب لي حدوث الكريست، يعني عندك تحدب، فيحتاج أن توصل بيناتهم باستخدام منحني. أوكي. زين، فهذا بالنسبة للكريست. بالنسبة للساق، الساق عندك أيضا نفس الحالات ولكن بطريقة معاكسة. فتايب 3 عندك الشارع الأول عنده ميل أو جريد سالب، بينما الشارع الثاني عنده جريد موجب، وبالتالي حصل عندي تقعر كما تلاحظوا بالتايب 3. التايب الأخير اللي هو مشابه لتايب 2، عندك في الحالة الأولى عندك الجريد الأول للشارع الأول هو سالب، بينما جريد الشارع الثاني أيضا سالب ولكن بجريد أقل من الشارع الأول. وممكن هذا يحصل أيضا إذا كان الجريد الشارع الأول موجب بينما الجريد الشارع الثاني موجب ولكن أكثر، يعني قيمته أكثر أو أعلى من الجريد الشارع الأول. إذن هذه هي الحالات اللي ممكن أن تظهر أمامنا عندما نصمم طريق ب vertical alignment، وكان حصل عندي شارعين بهم ميول مختلفة، فمحاولة التقائهم تتم بواحد من هذه الرسوم المرسومة أمامكم. زين، مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، يلا مسح هذا مكبرة، في هذه الصورة الأمامك اللي نحتاجه في هذه المحاضرة، نحتاج أنه نحسب قيمة L. أوكي، هذا هو اللي أحتاجه. ليش؟ لأن أنا عندي الشارع الأول، هذا الشارع الأول ينتهي في هذه النقطة. أوكي، وعندي الشارع الثاني، هذا الشارع الثاني مستقيم وينتهي في هذه النقطة. أوكي، وانت المطلوب من عندك انه ترسم هذا الكيرف. فاللي احتاج انه اعرف منين تبدي الى اين ينتهي، يعني احتاج هذه المسافة. اذا عرفت هذه المسافة كل الامور الاخرى انحلت، ما عندي عاد اي مشكلة اخرى. اوكي، ففي محاضرة هذا اليوم دائما راح نركز على ايجاد قيمة L، قيمة L. أوكي، و L هو يمثل لك الطول، الخط المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية للقوس، يعني هذا هو الطول، الخط المستقيم للقوس. أوكي، فهذا هو الهدف مال محاضرة اليوم. زين، فاللي يصير عندي يعني في هذه الحالات، طريقة التصميم مالتي راح تعتمد على مبدئين. أوكي، مثل ما تلاحظ في هذا الرسمين، المبدأ الأول راح يعتمد على الستوبينج سايد ديستنس اللي اخذناها في محاضرة سابقة، والمبدأ الثاني يعتمد على الباسينج سايد ديستنس. اوكي،
فمثل ما تلاحظ عندك الطريق الأول، هذا الطريق الأول وهذا هو الميل مالته، والطريق الثاني وهذا الميل مالته. أوكي، هاي المعلومات كليتها عندي، وأنا أحاول أن أوجد قيمة L. إيش قد قيمة L؟ هذه قيمة L تمثل لي الطول المناسب حتى يوفر لي stopping site distance في هذه الحالة. أوكي، المعيار الثاني اللي أحتاج أنه أحسبه هو الـ passing site distance، اللي أيضا شرحناه في المحاضرة الماضية. وبنفس الطريقة عندك الميل الشارع الأول، ميل الشارع الثاني، وانت اللي تحتاجه أن توجد قيمة L. فهذا هو المعيار اللي من خلاله راح نستخرج قيمة L، يعني قيمة L في المنحنيات الشاكولية للطرق سوف تعتمد على الـ stopping site distance والـ passing site distance. فالآشتو كالعادة وفر لي كل ما أحتاجه لحساب قيمة الـ L. أوكي، فمثل ما تلاحظون هذه المعادلات 3.44 و3.45، هذه الأرقام الموجودة في كتاب الآشتو. يعني أنت إن شاء الله إذا تتخرج وتحتاج أنه تصمم طريق بمنحني شاقولي، بالإمكان أنه ترجع إلى هذه الأرقام من المعادلات، لربما راح تلقى مثلا أكو أبديت أو تحديث أو ما شابه، فتقدر ترجع مباشرة إلى الكتاب. فلهذا أنا بقيت أرقام المعادلات كما هي، ما غيرتها لسهولة أنه تراجعوها بعد التخرج. أوكي، ففي مثل هذه الحالة عندك قانون لإيجاد قيمة L، عندك هذا القانون، مجرد تطبقه راح توجد قيمة L. حتى تطبق هذا القانون مكتوب عندك شنو؟ مكتوب عندك A و S، فهنا نشارح لك إياها. طبعا ال L هو ال length of vertical curve، ال A انتبه هنا هو algebraic difference in grades. أوكي، percent تحسبه من خلال ال percent. وشنو هو الاس؟ الاس هو السايت ديستنس. انتبه، ما قلت passing site distance، ما قلت stopping site distance، لا بشكل عام site distance اللي هو يشبه الثنية مثل ما شرحناها على الرسم. اوكي، اذا حتى توجد L لازم تعرف قيمة A اللي هو algebraic difference in grades، راح يمثل لك يساوي لك grade 2، grade الشارع الثاني، اوكي، ناقص grade 1. اوكي، هذا هو ال A. اما ال S، ال S فاحنا قايلين هنا نقول أخذناه في محاضرة سابقة، S can be calculated from table 3.1 of lecture 11 page 9. يعني إذا ترجع إلى الـ PDF مال lecture 11 وتروح إلى الصفحة رقم 9 راح تلقى table اسمه table 3.1، وهذا التيبل راح يعطيك قيمة S. أوكي، من خلاله توجد قيمة S. إذا كل الأشياء اللي أحتاجها موجودة، فقط راح أعوضها في هذا القانون وراح أحصل على L.
اللي من خلاله أستطيع أن أرسم الكيرف المنحني. أوكي. الآجتو هنا أنا جاي يقول لي أنه أنت عندك معادلتين في واقع الأمر. هذه المعادلة الأولى اللي حوطتها وعندك هذه المعادلة. هذا شي يعتمد؟ يعتمد على قيمة S وقيمة L. فأنت في البداية راح توجد قيمة S وعمامك أمامك خيارين، أما أن تكون هذه S هي أصغر من L أو تكون S هي أكبر من L. إذا أصغر تستخدم هذا القانون، وإذا أكبر تستخدم هذا القانون. أوكي؟ فهذه هي الحالة. طبعا أنت في مثل هذه التصاميم أنت حتى تصمم ما عندك قيمة L في البداية، فلهذا تضطر أنه أول مرة تفرض فرضية، تقول مثلا أنا أفرض أنه S هي أصغر من L، مع أن ما أعرف L، أعرف فقط S. S طلعتها من خلال التابل 3.1، بس L ما أعرفها، ما أدري هل أنه هي أكبر من L أو أصغر من L، ما أدري. فبالبداية أفرض أنه S هي أصغر من L، ولهذا راح أطبق هذا القانون بالبداية. أوكي، وأطلع قيمة L. فإذا كانت L أكبر من S فإن فرضيتي صحيحة، L أكبر من S. وإذا كانت العكس إذن فرضيتي خطأ، وهذا الإجابة اللي طلعتها مال L راح تكون خاطئة، وراح أعيد الإجابة باستخدام القانون الثاني. أوكي، فبهذه الحالة راح تطلع قيمة L وتقارنها أيضا ب S. في هذه الحالة لازم تكون L أصغر من S. أوكي، أما تقول S أكبر من L أو L أصغر من S. إذن هذه هي الحالتين اللي عندكم، اللي من خلالها راح إحنا نصمم المنحني الشاقولي. أوكي، إذن هسا عرفنا إنه شلون نطلع قيمة. حبيت أذكركم هنا إنه هذا الأي هو بيرسنت، يعني أنت مثلا خلنا نفرض إنه مثلا جي 2 هو مثلا خلنا نقول 2 وجي 1 هو مثلا 1، فهذا راح يكون 1. هذا 1% من تجي تستخدمه، ومن تجي تستخدمه في القانون ذن القوانين، من تجي تكتبه هنا ما راح تكتبه بالمية، يعني من تجي تقول هذا يساوي، ما راح تقول بالمية 1% هيك ضرب S، لا هذا خطأ، هذا خطأ. أوكي، هذا مو صحيح. إيش أقول؟ لازم أقول 1. إذن هو هذا 1%، بس بالمية ما أكتبه، أكتب فقط 1. وبنفس الطريقة عندما أنت تجي تطرح هذا من هذا، ما تكتب تقول هذا هو 2% ناقصا 1%، لا تقول 2 ناقص 1 هيك. أوكي، على فرض إنه جي 2 هي 2 وجي 1 هو 1، راح يطلع لك الناتج مثلا 1%، ومرة ثانية راح تأخذ 1 وتعوضه بالمعادلة وما تهتم بالنسبة المئوية. أوكي، إذا افتهمنا هذه صارت الأمور عندي واضحة، وأكون أني مؤهل إنه أخذ أول example. في هذا الإكزامبل عندك طريقين، الطريق الأول جاي يرتفع إلى الأعلى بميل
3.9%. الجريد مالته 3.9. معناته عندك G1 تساوي 3.9%. أوكي، هذا راح يتقاطع مع طريق ثاني جاي ينحدر ينزل للأسفل بجريد 1.9. إذن G2 هو ماينس 1.9%. أوكي، ذول الطريقين وذول الميل مالتهم. بعد ايش احتاج اعرف؟ بما ان انا مصمم للطريق فانا عندي السرعة التصميمية للطريق، الديزاين سبيد اللي شرحناها في محاضرة ماضية، هاي انا اعرفها لان كل طريق له سرعة تصميمية. ففي هذه الحالة السرعة التصميمية لهذا الطريق هو 90 كيلومتر بالساعة، 90 كيلومتر بير اور. فاللي طلبه من عندك ويقول determine the minimum length of the crest vertical curve. طبعا هو بعد ما يحتاج يقول لك crest، ليش؟ لأن من خلال هذا المعلومات ذني راح تعرف انه هو crest، لأن G1 جاي يصعد G2 جاي ينزل، إذا هذا هو كريست، أوكي، وليس ساق، هذا كريست. إذا راح رأسا أباشر وأبدي أحسب قيمة أي من خلال هذا القانون أو هذه المعادلة. أقول، وطبعا انتبه على الإشارات، G2 عندك هي بالماينس، فهذا الماينس، وهنا هاي الماينس هي ماينس القانون نفسه، هذا القانون هو بي ماينس، و 3.9 هي موجبة، فراح يصير ناقص بناقص، يعني ناقص ناقص، فكأنه العملية راح تكون جمع، زين، ولكن الإشارة بالسالب. فالأي قيمتها ماينس 5.8%. طبعا أنا في هذه الحالة من طلع الناتج ما راح أهتم بالإشارة بعد، إلى أن وصلت إلى هذا الناتج، يعني هذا الناتج إذا طلع رقم صحيح ما راح أهتم كثيرا بالإشارة. ليش؟ لأن أنا اللي أريد أوجد طول، فالطول ما راح يتأثر بكون الإشارة سالبة أو موجبة، لأن الطول ما ممكن يكون سالب، أوكي، هو length فما راح يكون سالب. زين، هذا بالنسبة إلى A. بالنسبة إلى S اللي هذا إحنا أخذناه في محاضرة ماضية، مثل ما قلنا نرجع إلى التيبل في المحاضرة رقم 11، أوكي، وتطلع قيمة S. طبعا قيمة S راح تكون معتمدة على الديزاين سبيد، فمن خلال هاي الديزاين سبيد اللي هي 90 راح توجد انه السايت ديستنس هي 160 متر. اوكي، ومثل ما قلت سابقا، نقول assume، يعني نفرض فرضية، assume S أصغر من L، أوكي؟ فإذا كانت S أصغر من L، إذن راح أستخدم هذا القانون. القانون يقول لك إنه الـ A مضروبة بـ S سكوير مقسومة على 658. فإذا تعوض الأرقام ولاحظ هنا، انه احنا ما نزلنا الاشارة مال 5.8، اوكي، فاذا تعوض الارقام راح توجد الناتج مساوي الى
225 متر. أوكي، إلى حد الآن ما أعرف الإجابة صح أم خطأ إلى أن أقارنها مع S. لا تنسى فرضيتي كانت فرضيتي إنه S أصغر من L، فألاحظ هل فعلا إنه S أصغر من L؟ نعم، 160 هي أقل من 225، إذن إجابتي صحيحة وما أحتاج إنه أغيرها. لو كانت أكبر، يعني الرقم اللي يطلع عندي هو أكبر من 160، إذن إجابتي تكون خاطئة ولازم أستخدم القانون الثاني وأعيد الإجابة من البداية. أوكي، إذن هذه هي إجابة الإكسامبل 1، وهذا هو حسب القوانين الموجودة في كتاب الأشتو. طبعا إذا أنت اشتغلت في مكتب عادة ما راح تستخدم قوانين، لأن قوانين يعني تكون صعبة الحفظ، إنما تستخدم عادة تستخدم هي صحيح صعبة الحفظ بس تعطيك فكرة عن التصميم، يعني عن حقيقة التصميم، كأنه تدخل بالعمق بمسألة الديزاين. مع هذا للسرعة الأشتو يقدم لنا graphs وtables. ففي مثل هذا التابل الموجود أمامك، هذا التابل راح يعوضني عن التابل 3.1، أوكي؟ لأن هو أيضا يحتوي على stopping sight distance، فمن خلال الديزاين سبيد، مثلا في المثال الماضي كانت الديزاين سبيد هي 90، فألاحظ إنه الاس مالتي هي 160 من خلال هذا التابل. الآن راح نضيف حتى نقدر نستخدم الجراف عفوا، راح نضيف قيمة أسميها K اللي هي هذه K تعتمد أو تعطي فكرة عن الدرينج، يعني شلون انسيابية المياه من تسقط على الشارع، شنو الدرينج اللي راح يكون، هذا هو يعتمد على قيمة K. فقيمة K أيضا تعتمد على السرعة اللي هي 90 في هذه الحالة، وإذا ال K تساوي عندي 39.39. أوكي، إذا table 1 اللي هو خاص طبعا بالكريست، هذا فقط بالكريست، كريست فيرتيكال كيرز. من خلال هذا التابل انت راح توجد شغلتين، توجد الاس وتوجد كي. اوكي ففي سؤالي هذا الاس هي 160 والكي هو 39. هسا اخذ ثني، ها، وانا طبعا احتاج ايضا انه احسب الاي، هاي الاي ما موجودة في جدول، لازم دائما انت تحسبها، اللي هو الفرق بين مناسيب او ميل الشارعين اللي جاي تقاطعون، ودائما تاخذ الشارع الثاني وتنقص من الشارع الأول، يعني G2 ناقص G1. أوكي، إذا صار عندي معلوم الـ A والـ S والـ K، أوكي، فأستطيع أن أروح إلى هذا الفيجر، هذا الشكل المرسوم أمامك، وهذا أيضا خاص بالكريست فيرتيكال كيرف،
ومثل ما قلنا هذا هو طريقة الأشتو. واللي نريد نوصل له إحنا في هذه الحالة هو نريد نعرف هذه القيمة. نريد نعرف هذه القيمة إشقد length، إشقد L. فاللي تلاحظه في هذا الجدول إنه عندك خطوط بهذا الشكل، وكل خط يحتوي على V ويحتوي على K. أوكي؟ فأني في حالتي ال V كانت ال V كانت 90، السرعة مالتي 90، والكي أو جدتها من التيبل كانت 39. فإذا تدور في هذه الخطوط راح تجد إنه الخط المطلوب هو الخط المطلوب هو هذا. أوكي، إذا هذا الخط اللي أحتاجه في example 1. بعد إيش أحتاج؟ بعد أحتاج قيمة الأي. الأي إحنا حسبناها إيش قد أي كانت 5.8. فعندك 5.8 هاي هي 6 وهذه 5، يعني 5.8 تقريبا جوا 6 بشوية. أوكي، فهذه راح تقطعها مع هذا الخط، ثم تنزل هذا إلى الأسفل، إلى الأسفل إلى أن يلتقي مع الـ X-axis. أوكي، فتلاحظ أنه الـ X-axis مقسم إلى مئات، يعني 100، 200، 300، وكل خط صغير من ذني هو 20. يعني هذه 220، هاي 240، 260، 280، 300. أوكي، فمثل ما جاي ألاحظ أنا عندي 220 تقريبا، 225 تقريبا، 225. طبعا هذا إذا بالمسطرة تقدر توجدها بدقة أكثر. فها هي الطريقة الثانية لإيجاد L، أما باستخدام المعادلات، وهي أيضا بسيطة المعادلات، أو باستخدام table زائدا figure. أوكي، وهاي هي طريقة استخدام الفيجر. زين، إذا افتهمنا هذه نتحول إلى الجزء الثاني من الكيرفز اللي هو الساق، vertical curve يعني المقعر. أوكي، وهذا الساق vertical curve يعني اللي أثر بي هو حركة السيارات بالليل. السبب انه اذا عندك انت مثلا عندك شارع، وبعدين هذا الشارع صار به منحني بعدين صعد، فاذا تجي السيارة جاي تجي بهذا الاتجاه. أوكي، وبالليل فإن الإضاءة راح تسقط على هذه المنطقة فقط. إذن هذا هو مقدار الرؤية، فيكون مقدار الرؤية جدا قليل إذا كان الانحناء الكيرف قوي. كل ما كان انحناء الكيرف بسيط كل ما كان
مسافة سقوط الإضاءة اللايتس يعني مالتك مال السيارة ياخذ مسافة أطول. أوكي، فهذا هو المشكلة اللي تحصل عندي في الساق، هي تحصل فقط في الليل وإلها علاقة بالإضاءة الأمامية للسيارة. فهنا جاي نقول اللي جاي نقوله هو أنه at night، فإحنا هاي محدديها أنه هذه هي التصميم حتى يوفر لي طريقة صحيحة للجيومتري مال الروت لاستخدام السيارات at night. أوكي، وهاي إلها علاقة ومرتبطة ارتباط مباشر مع الهيد لايتس، يعني مو الفول لايت، ما جاي يقول إحنا الفول لايت ولا السكند لايت، لا الهيد لايت يعني الإضاءة العادية للسيارة، وإلها إضاءة إنه هاي الإضاءة شقد مرتفعة إلى الأعلى، إلها علاقة عفوا هذه الإضاءة هاي الهيد لايت شقد ترتفع إلى الأعلى. فالآشتو تفرض فرضية إنه الاتجاه الأشعة اللايت راح ترتفع عن الأفق بمقدار درجة واحدة، يعني ارتفاع جدا بسيط، يعني مثل ما تعرف إذا ترتفع أعلى راح الإضاءة راح تسقط على أعين السائق اللي يواجهك بالاتجاه الثاني، فيؤذي الرؤية مالته وربما يسبب مشاكل. فاللي صناع السيارات يخلون ارتفاع جدا بسيط مقدار درجة واحدة فقط إلى الأعلى أبورد. أوكي، فبالاعتماد على هذه الفكرة وهذه الفرضيات الآجتو أيضا يعطيني معادلة لاستخراج قيمة L أو استخراج قيمة الكيرف، وبنفس الطريقة يعني عندك الحالة الأولى إنه S هي أصغر من L، والحالة الثانية إنه S هي أكبر من L، فهذه هي الحالتين. والمعادلة في حالة S أصغر من L يعطيك المعادلة بصورتين، وهن نفس المعادلة. فمثلا لو استخدمنا هذه المعادلة، هاي المعادلة هي نفس هذه المعادلة، ماكو فرق، مجرد جاي يعوض tan 1 يطلعه ويضربه بالميتين وراح يطلع له هذا الرقم. أوكي، ونفس الحالة هنا، إذا عندي هاي الحالتين، يعني عندي أما هذا القانون أو هذا القانون، ومرة ثانية هذا القانون هو قانون آشتو، وتقدر تلقاه بالكود، الكود الأمريكي للطرق. زين، القوانين مثل ما تشوفها ما بيها شيء جديد، عندك الـ A عرفناه شلون نستخدمه، وعندك الـ S عرفنا منين نجيبه من يا تيبل، والبقية هي مسائل رياضية مجرد تضرب وتقسم وتطلع الناتج. زين، هنا بالنسبة إلى يعني مثل ما شرحنا سابقا قلنا أنه المشكلة هي بالمسافة اللي تجتازها الإضاءة، وعلى هذا الأساس هذا هو الطول، طول الرؤية اللي هي مقدار سقوط الأشعة على الطريق. الآشتو جاي يقول إنه صحيح
هذا الكلام، بس يفضل desirable اوكي انه ناخذها، يعني هذه هي اللايت light beam distance، ناخذها same as stopping sight distance. يعني هذه الاس مالتي هي نفس الاس القديمه اللي هي استخدمها بالكريست، فحتى راح تصير بهالحاله علي الامور اسهل. زين هسه عندي اكزامبل 2، ايضا عندي طريقين. الطريق الاول جاي يهبط للاسفل، بينما الطريق الثاني يصعد للاعلى. اوكي الاول 1.9 بالماينس والثاني 3.9 اوكي، ويريدون احنا نحسب لهم ال L ايش قد هاي ال L. زين السرعة التصميمية الديزاين سبيد ايضا 90. لاحظ الان الخطوة الاولى هي ايجاد قيمة ال A اللي هي G2 في هذه الحالة هي شنو؟ هي 3.9 ماينس G1 هي اصلا ماينس، فتلاحظ عندك ماينس راح يكون ضرب ماينس فراح يكون موجب، فايضا راح ينجمعون ل 3.9 وال 1.9 راح ينجمعون مع بعض فيكون الناتج 5.8 اوكي. الاس اما توجدها من تيبل 3.1 السابق اللي هو بالمحاضرة رقم 11، او تقدر توجدها ايضا من هذا الكير التيبل اوكي. فبالحالتين الاس راح تكون 160، وبنفس طريقة المثال الاول راح تفرض فرضية تقول assume s اصغر من l، وبالتالي راح استخدم هذا القانون اوكي واجرب واشوف الناتج. اذا كان فعلا s اصغر من l اذا اجابتي تكون صحيحة، واذا وان كان لا اغير القانون واعيد الاجابة واشيك مرة ثانية. اذا هنا أنا مجرد راح تعوض الارقام اوكي وتحسب القيمة فراح تلقاها 218 متر، وهذه فعلا اكبر من 160. يعني بكلام اخر انه الاس هي اصغر من ال، اذا الاجابة مالتي صحيحة. هاي بطريقة الـ equations المعادلات، ومثل ما أخذناها بالكريست أوكي الساق همينا بي tables وبي graph أو بي figure. فهذا التيبل قلنا إحنا من هذا التيبل راح نستخدم الديزاين سبيد، فالمثال السابق قال الديزاين سبيد 90، ومن خلالها راح أوجد الستوبينج ديستنس الاس اللي هي 160، ومن خلالها راح أوجد الكي اللي هي في هذه الحالة 38. بعدها أروح إلى بعد أن وجدت الكي 38 وها وعندي الاي عندي 5.8 اوكي وعندي الكي 38، اروح الى هذا الفيجر هذا هو خاص بالساجنج ومرتب بنفس الترتيب الفيجر السابقة. يعني همينا عندك كيرفات بهذا الشكل مقسمة كل واحدة بيها كي وبيها في، ف
فأني كان عندي V90 والK38 فألقاها في هذا المكان. إذن هذا هو الخط اللي أحتاجه. بعدين أروح إلى الـ Y-axis اللي هو يمثل لي قيمة الـ A، وأني القيمة مع الـ A هي 5.8 يعني هذا المكان تقريبا. فأجر خط وأشوف وين تتقاطع مع هذا اللاين، ثم أنزلها للأسفل أوكي إلى أن تقاطع مع الأكس أكسس. فإذا تحسبها بالمسطرة راح تلقى أنه القيمة في هذه الحالة هي 218 أوكي. إذن هذه هي الطريقة الثانية للكيرف اللي يحصل به تقعر أو نسميه ساق فيرتيكال كيرف. إذن هذا هو اللي نريده في محاضرة هذا اليوم، بما أن هذه أول محاضرة لكم في هذا الترم، الترم الثاني الفصل الثاني، فما راح أثقل عليكم أكثر. هي عبارة عن 6 صفحات فقط، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة. مع تحياتي.